الشرف كون انا المره الوحيده على 120 رجال شوفير صهريج بشركه ميدكو. انا ليندا. طب الجره تمها بتطلع البنت لامها. تعلمت تصليح السيارات من الماما، كانت ميكانسيان ديزل. فيكن تقولوا صرت مرة قوية مستقلة، بعرف صلح وسوق كاميونات، وبذات الوقت ضليت أم، اهتم بولادي ولو بغياب جوزي، لتضل سيارتكم تخدمكم. انتبهوا لازم تضلوا تشيكوا على الزيت ونوعيته ونظافة الفلتر اللي ضروري يتغير مع كل غيار زيت. كخبيرة بنصحكم بدلو. طريق السيارة وطريق حياتنا بلبنان فيها مطبات وصعوبات كتير، بس رح منكفي.